مساكم الله بالخير يا متابعيني، الله يسعد مساكم. حنا جيل الطيبين اللي قبل 40 سنة كنا إذا رحنا للمدرسة كنا نشعر بسعادة ونستانس مع المدرسين لأنهم كانوا يعاملوننا معاملة زينة المدرسين. يعني أنا لما أجي المدرسة وأشوف المدرس ما أشعر أني خارج البيت، كأني بوسط البيت. ليش؟ لأنهم يعاملوننا زي أبنائهم. هذا قبل 40 سنة، لكن الأجيال القادمة حنا الآن ما ندري وش يشعرون بالأجيال القادمة، هل يشعرون نفس ما كنا نشعر به بالمدرسة؟ مساء الخير يا فارس الهمزاني. شلونك يا فارس؟ طيب الحمد لله. حنا جيل الطيبين، أنتم الجيل القادم وجيل المستقبل، وش تقول عن المدرسة؟ هل إذا رحت المدرسة تنبسط؟ إيه ننبسط، وحلوة المدرسة ومدير المدرسة. والمدرسين تعاملهم معكم؟ كل شيء. ما شاء الله، يعني الآن تنبسط إذا رحت المدرسة تتعلم وتقرأ و... إيه نتعلم ونقرأ و... والمدرسين يعني ما شاء الله تحب المدرسين وفي معاملتهم زينة معكم؟ إيه معاملتهم زينة وأحب أخواني. الله يوفقكم ما شاء الله. يعني حنا الآن ما تغير علينا شيء، المدرسين اللي قبل 40 سنة حتى الجيل القادم من المدرسين الله يجزاهم بالخير يعني قدوة ويتعاملون مع الطلاب معاملة زينة. شكرا لك يا فارس وفي أمان الله.